ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هتكلم على برج السرطان وخلال الاسبوع الثاني لشهر سبتمبر لعام 2021. برج السرطان احنا عندنا اسبوع مميز كتير، هو اسبوع قوي جدا جدا بالنسبه لك، على قد ما فيه شويه ان انت صعوبه في بعض القرارات او تقل عليك في بعض يعني عندك حاجه لازم تقوم بيها، عندك مشاوير عايز حاجات تخلصها، اجراءات معينه، عندك حاجات من دي كتير، او اصرار على انك تصلح علاقات، لان عندك برضو ان انت بتصلح علاقات. فاذا انت عندك ده جدا جدا، وده بيسبب لك شوية توتر نفسي، الا ان انت عندك فعلا حاجات كتيرة بتتم، حاجات كتير بتخلصها، حاجات كتير بتنجزها. فاذا الوضع بشكل عام ايجابي، الوضع بشكل عام في خطوات كتير مهمة بتقدر ان انت تجتازها يا برج السرطان. برج السرطان لو انا هتكلم على الشأن المهني، الشأن المهني كتير انت عندك فيه تواصل جيد كتير وقرب علاقات، وان انت بتتواصل مع شخصيات مركز قوي او شخصيات مهمة، يعني انت ممكن تكون بتتعامل مع المركز الاكبر منك، عندك فيه عارف فكرة اللي هو انت والمدير اصحاب، فعندك النقطة دي، فالمدير يعدي لك بعض الامور، اجازة بيدي لك، مش عارفة ايه الحاجات اللي زي كده. هنا بيبدأ عندك جو حلو كتير، تحقيق جو من الصداقة، جو من العشرة الطيبة اللي ما بينك وما بين اصدقاء في الاطار المهني، وده بيخليك ان انت تحصل على ترقية او مشروع مهني او بداية لشراكة مهنية قوية جدا مع حد. فاذا انت عندك جو مهني متألق ايجابي، في شراكة، في جو متميز كتير، فجو لطيف يعني. بس خلي بالك كتير مع الشخص اللي هو هيشاركك هو برج ايه ومواليد بقى ايه، لان انا لما حد بيجي يسالني ما بقولش بالبرج بس، لو انت عايز تعرف حاجه، لو انت يوم الميلاد عندي بيفرق كتير، لان ايه اليوم بتاعك تاثيره ايه، البرج الصاعد بتاعك ايه، في حاجات كتيره يعني. فلازم ان انت تكون مهتم قوي بالحاجات اللي زي دي، لو شراكه قويه، لو شراكه فيها بقى فلوس ومجهود وسمعه والحاجات دي، لازم تبقى دارس الشخص ده قوي على فكره. طيب بالنسبة يا برج السرطان، انت عندك شراكة مهنية، خلينا نتكلم بس في الاطار العام، فانت عندك شراكة مهنية، وضع مهني جيد، اشخاص داعمين ليك كتير، عندك ان انت بتتعرف على شخصيات ذو مكانة قوية، عندك الحصول على ترقية، الحصول على حاجة تقديرية، على احترام قوي جدا ما بينك وما بين زملاء العمل، ففي جو من ده كتير. اللي عندك اكتر هو تعويض خسارة مهنية، او تعويض مشروع، او تعويض حاجة ضاعت منك، تعويض مبلغ مالي من شغلك، من الوضع المهني الجيد، اتخضيت من حاجة بس عشان لو لاحظته. المهم، فبرج السرطان بالنسبة لك عندك ده الاطار المهني. بالنسبة لي الوضع المالي بقى، بالنسبة لك الوضع المالي جبت سيرته من شوية، ان انت عندك تعويض لو خسارة مادية حصلت لك، فانت عندك تعويض مالي، فعندك ده جدا جدا يا برج السرطان. برج السرطان بالنسبه لك بقى للامور العاطفيه، عشان هي فيها جدل كتير وكلام كتير قوي عايزه اتكلم عنه اكتر. بالنسبه لك يا برج السرطان، اولا انت مهتم كتير بشكلك، مهتم كتير انك تكون افضل، انك تكون احسن، انك تكون اجمل، انك تكون حتى تعاملك افضل بكتير، مهتم بيه كلامك، مهتم بان انا بتعامل ازاي مع الشريك، مهتم ان انا يكون ستايلي ازاي، مهتم ان انا اكون محافظ على جمالي، على بشرتي، على شكلي، على مش عارف ايه، على لبسي، على الالوان، على الحركات، على مش على طريقه كلامي، اني اكون منتقد، اني اكون بزعق ولا ما بزعقش، اني اكون بسيط، اني اتكلم بلغه حلوه كده ولا لا. فعندك كل الحاجات دي موجوده عندك يا برج السرطان، مهتم بيها جدا جدا، لكن انت يعني مهتم بيه انك تصحح من اخطائك، تصحح من نفسك، تعدل من كلامك، من اسلوبك مع الشريك او في الامر العاطفي بمعنى اصح، او اتخاذك لبعض القرارات او الامور. اما بالنسبه للوضع العاطفي بقى للناس اللي هم مش مرتبطين، انت عندك ان انت لافت انتباه الكتير، معجب او معجبين كتير بالنسبه لك، في كتير ندمانين ان هم ممكن يكونوا خدوا حد تاني غيرك، وندمانين قالوا كان اولى، كان احسن. فخلي بالك كتير من الشخص، انا صريحه جدا جدا في كلامي وفي رؤيتي، الشخص اللي هو كان سابك وفضل حد تاني عليك وندم ووضح لك ده، وانت باحساسك اصلا انت ملك الروحانيات، وعندك الاسبوع ده مليان روحانيات هايله جدا، فانت عشان روحانياتك دي، فانت حاسس ان الشخص ده وبتشوف ان الشخص ده ندمان عليك بقى، وبيبص لك ايه وكلامه ايه، قول له بطل سخافه، قول له بطل سخافه، ما تقربش من الشخص ده، لان الشخص ده بيهون على نفسه بيك. اوعى، لانك هتتعلق بالشخص ده،
احذر جدا، لانك هتتعلق بالشخص ده وهترجع تندم ان انت ازاي اتعلقت بشخص زي كده، هو سابك وهو يا دوب حتى ما يعرفش يتصرف اي تصرف ان هو يجي لك او يرجع لك او الحاجات اللي زي دي. فخلي بالكم كتير ما تتعلقوش باشخاص عندهم الحبال دايبه، فدي نقطة مهمة جدا. برج السرطان بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين بقى والوجه الوضع عادي بالنسبة لك، فكتير عايز ان هو يقرب منك، كتير عايز ان هو يعمل جو معاك، يعني كتير عايز ان هو يعرف حياتك، مترقبة جدا في جو اللي هو طب ما احنا نقرب نكون اصدقاء، طب ما نبقى في علاقة طيبة عشان نقرب من بعضنا ونلاقي ان ينفع ان احنا نتكلم مع بعض، ينفع ان احنا عايز تعمل ده كتير. اما بالنسبه يا برج السرطان للامور العاطفيه للناس المتجوزين، كتير انت عندك بعض المشاكل ما بينك وما بين الشريك، لكن انت بتحاول تصلح من ده جدا، بتحاول ان انت ترجع للشريك قوي، عندك قرار قوي 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 هتاخده مع الشريك، وده يوم بالنسبه لك 14 ويوم 15 في قرار مهم، في رجوع بشكل اساسي، في ان احنا تعاتبنا مع بعض وعالجنا الامور اللي احنا بنعاني منها وخلاص احنا بقينا معجبين ببعض زياده، عرفنا قرارات، عرفنا بعض الامور، عندنا لم شمل، عندنا ترابط مرة تاني، عندنا حالة من الإيجابية القوية جدا جدا اللي موجودة عندك في الوضع العاطفي اللي بتحسن العلاقة ما بيننا، في عندنا قدرة على التفاهم، على ان احنا نسمع لبعضينا، على ان احنا نراضي بعض، فعندك ده جدا يا برج يا برج السرطان. طب ما دام جبت سيرة العقرب او كنت هنطق كلمة العقرب، افضل يومين بالنسبة لك هو يوم 10 ويوم 11، القمر موجود في برج العقرب وده برج مائي زيك بيخدمك كتير، هنا اليومين دول انت قادر على الحصول على فرص قوية جدا، قادر على لم الشمل، على نهاية لخصومة او خصام، عندك بداية جديدة لو انت عايز تعمل بداية لمشروع، بداية لامر مهني، بداية لامر عاطفي، عايز ان انت تعرف حاجة وتعمل حاجة ويبقى ليها رد ايجابي، عايز ان يبقى في اشخاص داعمين ليك قوي جدا لما تاخد اجراء معين او موقف معين، اليومين دول بيخدموك كتير. لو عايز تقدم على وظيفة برضه هيكون يومين حلوين كتير لان عندك تألق بشكل مميز جدا. اما بقى بالنسبة للناس المنفصلين، الناس المنفصلين الشخص اللي انت انفصلت عنه هقول لكم لو ابراج ايه، لو ابراج ترابية او بالنسبة لك لو ابراج مائية عقرب وحوت وسرطان زيك، يعني ابراج مائية زيك، كن حذر لان الاشخاص دي هم عايزين يرجعوا لك، بس عارف اللي هو فكره رجل بره ورجل جوه، حاطينك مقارنه مع فلانه، شايفين اللي هو ارجع له وخلاص وبتاع عشان ما اخسرش، عشان ما اخسرش، وحته اني انا لا فلان افضل منه وفلان احسن منه، لا خليني كده احسن، لا انا مش حابب ان انا اكون معاه، فعندك في شخص متردد ان هو يرجع لك، متردد انه بيقارنك بحد تاني، فلازم تكون حذر جدا جدا لو هو من الابراج دي، افكر في جديد احسن لو هو من الابراج دي. كله لا، على حسب البرج الصاعد بتاعه ايه، ما لو البرج الصاعد بتاعه غير الابراج دي فهيكون الوضع بالنسبه لك مناسب. طيب بالنسبه لي برج السرطان في الامور العائليه والاجتماعيه، خلال الاسبوع ده انت بتحضر لي لقاء عائلي، لمناسبه عائليه، لمناسبه اجتماعيه، ممكن يكون بالنسبه لك في فرح، في خطوبه، في زواج، ممكن تكون ليك او لحد من المقربين ليك، ولكن في نفس الوقت انت مبسوط كتير بالجو العائلي، بلم الشمل، بالتصالح العائلي، بيه ان انت عارف فكره عزوه كده والكلام ده، هتكون حاسس ده كتير وهتكون مبسوط بده جدا. برج السرطان انت عندك دعوه ملحه او امر ملح كتير او شيء كان منتظر بشكل قوي، ولكن اقدر اقول ان يعني الله اكبر علينا، هيكون في تحقيق للشيء اللي احنا مستنيينه او الشيء اللي احنا منتظرينه على خير. فاذا انت عندك امر انت منتظره بيتم او بيحصل، ف عندك ايجابيه قويه. انا اتمنى منك انك تكون متفائل كتير، وبتمنى منك انك تكون ايجابي جدا، وطول ما الانسان عنده ثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان هو يخرجه من مشاكله، وطول ما هو عنده ثقه فيه ان انا ربنا هيبعت لي الخير وهيخرجني من المشاكل دي والمحن دي، والله ربنا بيكرم جدا جدا. انا عايزه اقول لكم على حاجه صغيره قوي، انا مش من النوع اللي بطلع اقول انا عندي ايه او بعاني من ايه او بمر بالظروف عامله ازاي، بس والله بجد انا يمكن يكون فعلا اكتر الناس القريبه ليا جدا جدا انتوا منكم اللي بتعامل معاهم سواء على الانستجرام او على الفيس مثلا بنتكلم مع بعض، او منكم اللي لا، اللي ممكن يعني بقى في حاجه ما بيننا وما بين اللي هو اتعودت ان انا اكون معاكم كتير، ففكره ان انتوا بقيتوا اقرب حد ليا دي حاجه اساسيه في حياتي، بس مشكلتي ان انا مش بعرف اطلع اقول اللي عندي ايه واللي بعانيه ايه، فانا من كتر الحاجات اللي انا بعانيها والله كتير صعب كتير ان هي تتحكي يعني.
بس عندي فكره واحده بس او حاجه، ايمان واحد بس، ان انا مؤمنه كتير بربنا وعندي حسن ظن كتير بربنا ان هو يخرجني من المشكله، يخرجني من الامر ده على خير، ان ده يكون يتبدل بالاحسن. فلو عندي النقطه دي كتير، ودي بتريح القلب جدا وبتخليك ان انت تبعد من كتر التفكير. برج السرطان، عارفه ان كتير منكم بيعاني من مشاكل وبيعاني من ضغوط نفسيه، وانا عارفه كويس انا بقول ايه، خاصه اللي هم الطالع بتاعهم ابراج مائيه زي يعني حوت سرطان عقرب، لو الطالع بتاعك ده فانت شارب المر كتير. فخلي عندك ثقه بالله، ابعد تماما عن ان انت توتر من نفسك او تعاتب في نفسك او انك تكره الحياه، لان ده هيأذيك انت نفسيا، بل بالعكس انا عايزاك مليان طاقه ايجابيه، عايزاك ان انت تبقى مستثمر حياتك بشكل قوي، عايزاكم فرفوشين اكتر، لان هو ده اللي هينمي حياتك اكتر. والمشاكل مسيرها وقت وبتروح، الضغوط مسيرها وقت وبتروح، حتى الامور الصحيه ربك بيحن عليك وان هي بيحصل فيها معالجه، فكل الحاجات دي بتبقى صعوبه وبتعدي، يعني وقت وبيعدي، مش عايزين ان احنا نبقى مركزين فيه قوي عشان بيأثر على نفسيتنا. وبرج السرطان بالذات التأثير النفسي عليه ممكن يجيب له جلطة، ممكن يجيب له مشكلة كبيرة، كونوا رحيمين بنفسكم. عامة برج السرطان انا بشكركم كتير وبحبكم جدا جدا، وصدقوني ما قلتش الحتة الأخيرة دي الا عشان انتوا عندي حاجة مميزة جدا جدا يا برج السرطان، انا بحبكم فعلا. ما تنسوش لايك وشير واشتراك في قناة تفعيل الجرس. سلام.